اهلا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا المستشار القانوني استاذ عمرو حسنين، اهلا ومعانا بيك يا الشيخ فندم. الجليل علاء الشليبي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. طبعا انتوا سمعتوا المشكله اللي انا حكيتها في الاول بتاعت الست اللي هي بتقول 25 سنه اتجوزته وسافر طبعا بره مصر، وطبعا هي خلفت عيال وحاجات كده ومش عارفه تعمل ايه، وما بيردش على التليفون وانقطع الاتصال تماما، وبتكلم اسرته طبعا مش عارفين عنه اي حاجه، فهي بتقول انا خايفه اكون اتجوز او كده، فانا اعمل ايه، انفصل او طب هي يعني اتأكدت هل متوفي، هل على قيد الحياة؟ لأن القانون مختلف في الحتة ديت. يعني طيب هنفترض ان هو على قيد الحياه مثلا واتجوز واحده تانية وعايش حياته ومش عاوز يرد على التليفون. والله بقى دي ترجع لها، هي عاوزة تتطلق، ده حقها، القانون يسمح لها طالما هو مسافر أكثر من سنة، تمام من حقها إن هي ترفع دعوى طلاق للضرر الواقع عليها. تمام يعني خلع ولا بتبقى دعوة دي طلاق؟ برضه حرية ليها، في دعوة خلع وفي دعوة طلاق، وفي فرق بين الخلع وفي فرق بين الطلاق. تمام. طيب شيخنا الجليل جاهز؟ طيب سيادة المستشار، معلش بس عشان الشيخ، تحت امرك. احنا بنتكلم في نقطة الطلاق، ايه الفرق بين الطلاق والخلع، والخلع؟ الطلاق بتاخد جميع مستحقاتها، تمام ده بتاخد نفقة عدتها ونفقة المتعة والمؤخر المدفوع في القسيمة. بالنسبة للخلع هي بتتنازل عن نفقة العدة والمؤخر ونفقة المتعة وترد له مقدم الصداق المدفوع في قسيمة الزواج. طيب من الجهة الدينية، ايه حكم الدين في القصة دي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، أمر بمجالسة الصالحين والابتعاد عن الفاسقين، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، بداية أقول كيف بنى الإسلام الأسرة. لا يخفى عليك يا أستاذ عمرو أن الأسرة الإسلام بناها على أسس المودة والرحمة. نعم، أحسنت وأحسن الله إليك يا أستاذ عمرو. بداية الإسلام بنى الأسرة على التقوى، لذا قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وكذلك كما قلت حضرتك يا أستاذ عمرو، إنه أسسه على المودة والرحمة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم كذلك أسس الإسلام على الحقوق والواجبات كما تعلم حضرتك يا أستاذ عمرو. طبعا طبعا، تفضل. طيب من الناحية الدينية، هي تصبر أو تعمل إيه، الإجراء اللي تاخده أو تتطلق تنفصل؟ تصبر، تصبر ولها أجر لحين العودة، تصبر لحين طيب العودة. هي شاكة إن بتقول إنه ممكن يكون اتجوز بره، يعني تزوج عليها؟ وعايش حياته بقى وقفل تليفونه ومش عايز يعرفها تاني، وهي معاها أطفال منه. هي من المفروض أن تصبر حفاظا على الأطفال، تصبر حفاظا على الأطفال. لكن لو حضرتك بتسألي عن المدة اللي ممكن المرأة تصبر على بعد زوجها عنها، أهل العلم يقولون أنها تصبر المدة المتوفي، كالمدة المتوفي عنها زوجها، اللي هي يا أستاذ عمرو اللي هي أربع شهور و10 أيام. تمام تمام. طيب إحنا معانا مداخلة، مين معانا؟
استاذ محمد اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. انا اسف. مشكله حضرتك ايه؟ اتفضل. ماشي مشكلتك ايه؟ اتفضل. مشكلتي يا فندم انا كنت عايز اسال سيدنا الشيخ لان في مشكله عندي في البيت عندي. تمام. اعوذ بالله من كلمه. انا مولود طول حياتي شقيان تعبان طالع عيني، وربنا اراد ان انا كنت شغال سواق وبرخص خاصه وعينيا تعبتني. صليت على النبي. عليه الصلاه والسلام. ربنا اراد ان انا كل جنيه كنت بجيبه بديه لوالدتي. ربنا اراد ان انا اتجوزت وطلقت ومعايا بنوته. حاليا ربنا اراد ان انا ابص في رساله جايه لي بتقول ان انا سحبت 50,000 جنيه. وحدت الله. لا اله الا الله. اتفضل. الاقي انزل البوسطه المكتب البريد اللي انا سحبت منه 50,000 جنيه، لقيت ان انا ما سحبتش 50,000 جنيه، دي والدتي اللي سحبت ال 50,000 جنيه دول. واخد يا حاجه اديني ال 50,000 جنيه. لقيت اختي الكبيره جت وخدت امي وال 50,000 جنيه وخدهم بعضيهم وراحوا عند جوز اختي. انا في وقتي زي دوت اعمل ايه؟ السؤال. ربنا اراد ان انا خرب بيتي، ولا عارف اشتغل ولا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اتنيل على عيني. اعمل ايه؟ السؤال يا استاذ. السؤال. السؤال ايه؟ السؤال كالتالي. انا ال 50,000 جنيه دولت انا كنت بديلها فلوس عشان تاكلني وتشربني وتصرف عليا. وفي نفس الوقت تبعد الفلوس ديت يعني من حقي. يعتبر انا اللي مديلها فلوس. ما فيش اخ من اخواتي بيديلها ولا اخت من اخواتي بتديلها. طيب احنا يا سياده المستشار المشكله اللي هي رايك ايه في المشكله دي؟ المشكله اللي هو قال عليها ان يعني والدته يعني تاخد منه الفلوس تاني وحاجات كده. انا ما فهمتش السؤال اللي هو عاوزه. هو حكى حكايه بس فين السؤال القانوني؟ معلش. هو بيحكي ان كان في جاله فلوس 50,000 جنيه وبيقول والدته اخدتهم منه، صح كده؟ والدتهم طب احنا مش فاهمين السؤال. انا فعلا يعني فين السؤال؟ هو اصلا بس في الاعداد بس يعني بسالهم. هو حكى حكايه بقى. انا مستني السؤال. لقيته سكت. هل حضرتك يا استاذ عمرو هو عايز يسال عليه في الشرع او عليه في القانون؟ احنا دلوقتي بنتكلم على. طب هو رجع لنا تاني الاتصال. طيب. رجع تاني يعني فهم منه. اتفضل يا استاذ محمد. يقول السؤال القانوني ايه او واتفضل يا استاذ محمد وضح المشكله او السؤال ايه. احنا مش فاهمين. سياده المستشار. اتفضل. تحت امرك. سيدنا الشيخ. اتفضل. انا اعوذ بالله من كلمه. انا جات لي رساله من المكتب البريد. لا قول. ان انا سحبت 50,000 جنيه. ال 50,000 جنيه دولت كنت انا بدي والدتي في اي جنيه من قبل ما اتجوز وبعد ما اتجوزت، وربنا اراد ان انا بقيت لوحدي. المكتب البريد قال لي ده والدتك اللي باخد الفلوس من والدتي. لقيت اختي جت وخدت الفلوس هي ووالدتي وراحت عند جوز اختي. ينفع اخد فلوسي؟ زوجتك موجوده ولا مطلقه يا استاذ محمد؟ هو مطلق. زوجتك موجوده ولا مطلقه يا استاذ محمد؟ مين يا فندم؟ زوجتك موجوده ولا مطلقه؟ مطلقه يا فندم. طيب ايه انت عايز ايه حضرتك؟ انا حقي دوت اللي انا اديته اللي انا اديته لوالدتي. حقي دوت اخده ازاي؟ انت اديته لوالدتك ولا لزوجتك يا استاذ محمد؟ لوالدتي. والدتي اللي واخداه. طيب ايه علاقة والدتك بما نتكلم فيه؟ طيب الاتصال اتقطع واحنا مش فاهمين. معلش يا استاذ محمد احنا مش فاهمين المشكلة بتاعتك. فاحنا يا ريت يتواصل معايا بعد. طيب احنا دلوقتي بنتكلم ازاي وسائل الحفاظ على الأسرة يا فضيلة الشيخ. يا أستاذة سلمى طبعا الإسلام بغض الطلاق، فيقولون إن أبغض الحال عند الله الطلاق. هذا ليس حديث لكن كلام لأحد الصحابة أو أحد التابعين، إن أبغض الحال عند الله الإيه؟ الطلاق. عند الله الطلاق. فكل إنسان
يبغض امرأة في زوجها فهو ملعون. من أسباب الحفاظ عدم الإنسان يكره زوجة على أو يبغضها في زوجها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. إن هو يقول لها ده ما بيشتغلش، ده صايع، ده بي، ده عليه، يكرهها في إيه؟ في زوجها. ثم بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير حاجة فقد برئت منها ذمة الله. فقد برئت منها ذمة الله. كذلك إن من الحفاظ على الأسرة إن الرجل إذا دعا امرأته فلتأته ولو كانت على مثل التنور، كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أستاذ عمرو، حضرتك يا أستاذ سلمى، إن الإسلام بيقول إن الزوجة لو في المطبخ وبتعمل حاجة لزوجها وزوجها دعاها للفراش، لو الحاجة دي هتبوظ في المطبخ تسيبها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل زوجته فلتأته ولو كانت على مثل الإيه؟ ولو كانت على مثل التنور. ثم بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غير راض باتت تلعنها الملائكة. معلش هوقفك بس عند الحتة دي، انت بتقول الملائكة بتلعنها. نعم. طب لو الراجل العكس، الراجل هو اللي زعل الست. ما احنا لسه بنقول اهو، يعني قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء. اتقوا الله في ايه؟ فانهن عوان عندكم. يعني النساء دول محبوسات، اسيرات، زي واحده عندك في السجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام يا استاذ سلمى، ولا اخفى عليك ذلك، يعني المراه اذا كان مثلا يا استاذ عمرو عندها مثلا 70% مميزات او 90% مميزات و10 عيوب، سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: إذا كثرت محاسن الرجل لا تذكر المعايب، وإذا كثرت معايب الرجل لا تذكر المحاسن. فالمرأة عندها 90% مميزات وعندها 10%. قال صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يكفيها أنها حملت 9 أشهر، يكفيها أنها أرضعت سنة أو سنتين، يكفيها أنها سهرت الليل لرعاية أولاده. على الرغم يا أستاذ سلمى أن الإسلام، وحضرتك لا يخفى عليك يا أستاذ عمرو، إن المرأة في الشرع، الزوجة في الشرع للزوج والفراش، حتى المفروض إنه يجيب لها مرضعة، وإن هو كذلك إن هي مش مسؤولة إنها تخدم أبوها وأمه، هذا من يعني تفضلا وتكرما منها. طيب نكمل كلامنا، بس معنا اتصال. مين؟ أستاذ أكمل، اتفضل يا أستاذ أكمل مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا بك. انا برحب بفضيله الشيخ وسياده المستشار، يعني أهلا بس في امر كده لفضيله الشيخ، يعني بقول لفضيلتك، يعني الاحاديث كلها صحيحه والاحاديث كلها موفقه ووفقك الله واعانك، لكن في مشكله يعني عند الزوج نفسه. يعني ممكن الزوج، يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام حدد لنا قيمه الجماع، يعني اذا دعا الرجل زوجته ولو على التنور كما قلت سيادتك وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والاحاديث كلها صحيحه. لكن بعض الرجال مثلا يعني لا يشعر مثلا بتعب زوجته او بتعب مراته مثلا، يعني لازم يعني مصمم بيقول لا ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كذا والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كذا، وده حاجات يعني بيخطئ فيها الرجال كثير جدا، يعني عايز على طول مثلا الجماع ده عنده مثلا يعني كوسيله او يعني تسليه او الى اخره، ما بيراعيش مثلا ظروف زوجته مثلا في الشغل او في التعب او حضرتك يعني تقصد تقدير الظروف يا فندم؟ تقدير الظروف، يقدر الظروف مثلا وكده، والحاجات دي كلها بنتكلم عنها برضو على المنابر كده، وبعدين يعني بندور على مفاتيح الزوج ومفاتيح قلب الزوج ومفاتيح قلب الزوجة يا مولانا. تمام. يعني مفاتيح قلب الزوج ايه؟ اولا حسن الخلق، المعاشره، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى يعني ادب الفراش، علمنا كل حاجه. نعم. يعني لو انت مثلا ايما رجل ايقظ زوجته مثلا بشويه ميه كده ولا قومي. نعم. أمي عشان ظل الفجر عشان كذا عشان كذا عشان كذا، وبعدين برضو بنفرق بين، يعني دي مش توجيهات او الاخر، بس انا بقول لفضيلتك يعني بالبرنامج الجميل بتاعكم ده،
احنا نعرف الناس برضو يعني دي مشاكل الاسره. مشاكل الاسره بتيجي منين؟ بتيجي مثلا من ان الواحده تعلي صوتها على زوجها، انها مثلا ما بتكونش عبد، اما تقول ياكل لها عبدا كده، يعني ايه معاشره الازواج او معاشره المعاشره الزوجيه. يا استاذ محمد، نقطه جميله جدا اللي كلمت فيها يا استاذ اكمل، ان فعلا صوت الست لما بيعلى عن الراجل، الراجل طبعا بيتعصب وبيصور، وتيجي تشتكي وتقول لك اصل هو مش عامل لي كل حاجه. طبعا هو مفيش بيت بيخلو من مشاكل، بس المشاكل متفاوته. بس هل انت مع ان الست تعلي صوتها على الراجل؟ لا طبعا، او لا طبعا، دينيا وادبيا. استاذ اكرم اتفضل. ربنا ينفع بحضرتك يا فندم. بس انا اقول لحضرتك احنا بنتكلم على الحفاظ على الاسره. انا كنت هقول لحضرتك والمشاهدين والمشاهدات على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن حفاظ حفاظ الاسلام على الاسره. فكنت اقول ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا استاذنا متى تؤدي المراه حق زوجها، متى تؤدي المراه حق زوجها، قال عليه الصلاة والسلام، قال إذا نزل من منخريه دما وصديدا فأكلته ما أدت حقه. فأنا أتكلم يا أستاذ أكرم عن حسن التباعل للزوجة لزوجها، أكرم وأفضل منها تعمل له أكل. بارك الله فيك. حضرتك فهمني يا أستاذ أكرم؟ أتكلم عن حسن إذا صامت المرأة، إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة يا سلام، قيل لها ادخلي، أي وقيل لها ادخلي، وخير للمرأة أن تتباعل لزوجها. حتى الله أكبر. حتى إن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. الله. ربنا يرضى عنك ويبارك في حضرتك يا فندم. شكرا أستاذ أكمل. إحنا عايزين نعرف تعدد الزوجات ده قانوني يا استاذ عمرو؟ هي لو في ضرر واقع على الزوجه من زواج الزوج من حقها ترفع دعوى طلاق. طيب يعني هو لازم يعلمها ده، او في خلال سنه من علمها بزواج زوجها، في خلال سنه من علمها من زواج الزوج من حقها ترفع دعوى طلاق للضرر او دعوى خلع. تمام. طيب ايه موضوع ما ملكت ايمانكم؟ اصل في ناس فهمها ما ملكت ايمانكم، يعني ممكن اروح سوري معلش باللفظ ارافق واحده واقول ده من ملكه ايماني، او اروح مثلا امشي اصاحب واحده واقول لها معلش اصل ده من ملكه ايماني انا راجل. يا استاذه سلمى والاستاذ عمرو لا يخفى عليه ذلك، والاستاذ عمرو يعلم ذلك جيدا، ان ملك اليمين ده لها توصيف الفقه يا استاذه، لها توصيف. اولا ان تكون عبده، رقيق، في رقيق وفي عبد، الخدمة تمام. ان يشتريها من سيد. طب احنا معانا اتصال استاذ مين؟ يسري من اكتوبر. استاذ يسري. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. الله وبركاته. استاذ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. بمسي والله على سياده المستشار وسيدنا الشيخ. اهلا. وانا عندي مداخله، يعني ان شاء الله سيتفق معي سياده المستشار وسماحه الشيخ، بان المراه يعني كالارض الخصبه واولادها كالزرع والرجل غمامه مظلمه عليه. الله جميل. انا ارى ذلك. ومن العجب العجاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قائد الامه في حجه الوداع يقول للصحابه الجيل القراني الفريد خير جيل انطلق عليه الشمس، يقول لهم خلاص فاضل له ايام وهيموت، يعني اصول بيقول على اعظم الامور، قال لهم اياكم والنساء. الله. اتقوا الله في النساء. نعم. يعني نعم. والعجيب من مكرمات النساء ان احنا عندنا القران 114 سوره، ما فيش سوره تسمى سوره الرجال، في سوره تسمى سوره النساء. تمام. من الاخطاء اللي بيرتكبها الرجل ان ممكن تجد مثلا المراه تخطا او الاولاد، تجد مشكله المراه في البيت مع العم، مشكله الاولاد مع العم، يعني يجد ان الولد يجد ان عمه بيتصل عليه يشتكي من فضايحه مع والده. يعني لماذا الاب فضح اولاده وزوجته على الاهواء مباشره بين الاسره والعائله والقبيله؟ دي مشكله غويطه. يعني اذا كان هو يعاني من ان في مشاكل في البيت، طب ما هو قام متبرعا بفضيحتهم على الهواء مباشره بين الناس. لماذا لا يكون الاب كغمامه مظلله على تلك الارض الخصبه وعلى تلك الزرع اللي لسه ناشئ؟ انا ارى والله ان فعلا بكل تجرد، والله الذي لا اله غيره، المراه في هذا العصر ظلمت اكبر مظلمه في الدنيا، لانها اتحطت في مكانه مش بتاعتها. المراه دي نور،
والله العظيم انا ما بغازل ولا بقول كلام في الهواء، والله الذي لا اله غيره ان اعظم ما خلق الله بعد الانبياء والمرسلين المراه، بس المراه لها قائد يقودها، قائد يقودها، المراه ان كانت اعظم وحده في الدنيا من زوجها، وان كانت تحت الصفر من زوجها، لها قائد يقودها. فانا ارجو ان احنا عايزين ده برنامج جميل وان احنا يكون معانا على طول، وان احنا بقى نبدا نتكلم يعني كيف تبنى البيوت. اولا التربيه بالحب، التربيه بالتواضع، التربيه بالخضوع. لا يعني انا سبحان الله بتعجب يعني المعاملات في البيوت دلوقتي دفع ثمنها الاولاد. اكيد دفع ثمنها الاولاد. أكيد. لكن المراه من اعظم نعم الله على الرجل. وانت بتتكلم ان الاستاذ استطاع ان يقودها على الطريق الصحيح. واختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وحق الضعيفين، المراه واليتيم، فجعل المراه كاليتيم لانها لا حيله لها. وقال الله تعالى يعني سبحان الله انا بتعجب والله، يعني الاسلام اولى المراه رعايه والله ما اولاها لاحد في الدنيا. يعني لما تقرا سيره النبي يعني ما جاش مثلا عند البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا كتب السنه حديث واحد قال ان النبي قال للسيده عائشه ناولين النعل المكسوره. حصل يا سيدنا الشيخ؟ نعم. في روايه ثبتت قالت ان النبي قال للسيده عائشه اديني النعل المكسوره. لا والله لا طبعا ذلك. لا تكرما منها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم لرفع درجتها وكانت شرف ليها. فالمرأة دلوقتي ان احنا عايزين المرأة نحطها في مكانتها الصح والمرأة تقدر ذلك. بس لكن المرأة ليست سلعة تباع وتشترى. اقول لحضرتك حاجة يا استاذنا، لا دلوقتي والله يا استاذ بيضربوا الستات وتقول لك بستحمل عشان الاولاد. يا استاذنا الفاضل يعني في ستات كتير بتضرب وتقول لك استحمل عشان الاطفال. بس هو لو في سوء عشرة حتى والمرأة كارعة للعشرة واستحالة يعني العشرة بين الزوج والزوجة، طب ما لا ما هي مش هتتطلق بقى يعني دعوة طلاق، ما هي عايزة تحافظ على بيتها برضو وعندها عيال، أو هي وهو لازم الراجل يعامل هي برضو ما بتشوفش غيره. يعني احنا عندنا هنا في المجتمع الشرقي الست ما بتشوفش غير جوزها طول الوقت، هو اللي معاها طول الوقت، هو اللي موجود، فهي خلاص بتحبه وبتبقى مش عايزة تهدم الأسرة دي. هو طبعا بيجي من بره بقى متعصب وعايز يضرب وعايز يكسر وعايز يغلط يعني وفي الاخر هيقول لك اصل ضغوط الشغل بره او ضغوط ليه. بس يا استاذ سالم مع اذن حضرتك والاستاذ عمرو يوافقني في هذا على كلام الاستاذ على ان الاسلام ظلم المراه. والله الاسلام ما ظلم المراه ابدا، لا ولا وهو لا يقصد ذلك يعني ولا يقصد ذلك، معنا اتصال بس يا استاذ ظلمها ولا القانون ظلمها. احسنت. طيب احنا معنا اتصال استاذ عمر منين؟ من اسيوط. طيب اتفضل يا فندم. استاذ عمر ممكن لو سمحت اسال سؤال لست المستشار؟ اتفضل يا فندم. اتفضل مع حضرتك. سيادتك انا معي ابني متزوج ومقيم في القاهره. متزوج ومقيم في القاهره، تمام. وبعدين قابل 12 سنه متزوج، تمام. ومعاه وكان معاه بنتين، تمام. ومرته مش مستقره معاه في الشقه، تمام. لغايه ما طلبت منه الطلاق وطلقها، بس هي قالت اللي هي طلبت الطلاق يعني، تمام. فخد عليها ورقه بان هي استلمت جميع حقوقها، تمام. فبعد كده بطل لحكايه البنات ورجعها تاني عشان امورها تستقر لها، تمام. فالفتره تقعد معاها في الشقه، هو طبعا يطلع يشتغل، بعد ما ترجع تقول له انا راس وجعاني، الضغط مرتفع، مش عارف ايه، وامورها مش مستقره معاه. فهل هي كده لها حقوق ساعة ما يجي يتجوز أو يطلقها أو هي طلبت الطلاق لها حقوق؟ هو لما رجعها رجعها بعقد جديد ومهر جديد و رجعها بعقد جديد، بس ما خدتش قايمة. ما خدتش قايمة. تمام. هو عاوز إيه؟ يطلقها يعني ولا إيه؟ ولا بالنسبة بتتكلم هي حقوقها طبعًا محفوظة. هو عايز يتجوز عليها بس هي بس هو السؤال. نعم. السؤال بيقول لك ان هو عايز يعني ينفصل عنها، لان كل شويه بتقول له انا مش عارف تعبانه انا بقت للعقد. لو طلقها غيابي من حقها يعني تاخد حقوقها كامله طبعا. بس بيقول لك هم بدأوا نفقه المتعه والمؤخر. الجوازه الثانيه دي اللي هم رجعوا يعني كتبوا عقد جديد، تمام. بس ما كتبلهاش قايمه يعني، وهو خلاص كاتب الشقه باسمه وباسمها وساب لها الشقه، فبيقول لها انا معايا ورقه ان هي واخده كل حاجه.
معاها معاها ورقه ان هي مستلمه مضيعه على ورقه ان هي استلمت كل حقوقها. تمام، هي من حقها ترجع في لو طلقها غيابي هتاخد مستحقاتها اللي هي نفقه العده والمؤخر والمتعه. بالنسبه للقايمه هي بيقول معهاش قايمه مش هتقدر ترفع دعوه تبديد. طيب ولو هي اللي اشتكت؟ هي اللي اشتكت من حقها ترفع دعوه طلاق او ترفع دعوه خلع. وبالنسبة للأولاد طبعا النفقة موجودة ولازم يصرف عليهم ولازم يدفع لها النفقة بتاعتهم. ممتاز. طب ايه حكم الدين في الـ في الـ ممكن لسه استاذ حضرتك على موضوع ان الاسلام ظلم المرأة. الاسلام يا استاذ عمرو حضرتك تعلمي ذلك يا استاذ سلمى ان الاسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الاعمال الصالحة والاعمال الطالحة. فمثلا لما اقول لحضرتك مثلا في قول الله تعالى يوسف اعرض عن ايه؟ عن هذا. وبعدين يقول واستغفري لذنبك، يبقى بيتكلم عن مين؟ عن واحده، صح؟ تمام. يبقى المفروض يقول واستغفري لذنبك انك كنت، المفروض يقول من الخاطئات لان هي واحده، صح؟ تمام. لكن ربنا قال واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين سواها بالرجال على الرغم انها انثى. تمام. لما ربنا قال ايه في سوره التحريم قال الله تعالى ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكنت. بيتكلم عن مين؟ عن واحده ست. يبقى اذا انثى، يبقى المفروض انك كنت من القانتات، صح؟ لكن ربنا قال انك كنت من القانتين، ادخلها في ايه؟ في زمره الرجال. ثم ان الاستاذ كان بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما قال للسيده عائشه هاتي الحذاء او كم. النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل الخلق محمد اشرف الاعراب والعجم، خير من يمشي على قدمي، جبلت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. محمد صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه في صحيح البخاري بتقول ايه؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، للسيده عائشه يعني، اذ قام من النوم، شوف معامله الزوج مع الزوجه يا استاذ عمرو حضرتك يا استاذ سلمى، قالت بينما النبي في لحافي، اذ قام من النوم رويدا رويدا. شوف تعامل الزوج الرحيم صلى الله عليه وسلم، اللطيف صلى الله عليه وسلم، الهين السهل صلى الله عليه وسلم، قام من النوم رويدا رويدا عشان هي ما تشعرش بيه. وحمل عليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الكريم العظيم، حمل عليه رويدا رويدا ومشى على أطراف أصابعه رويدا رويدا. إيه الجمال ده؟ قالت فانطلق فانطلقت، فأبطأ فأبطأت، فوجدته جثى على ركبتيه ووجدته يرفع يديه ويخفضها ثلاثا. قال يا عم تقول ايه؟ النبي بيمشي اسرع فاسرعت، ابطأ فابطأت، هي ماشيه وراه. فلما انتهى عادت مسرعه، نامت في الفراش. ومعلوم ان الواحد لما بيجري بيحصل ايه يا استاذ عمرو؟ بيمهج، صح يا استاذه سلمى؟ صح، بيمهج. فالنبي شايف اللحاف كده عمال يطلع وايه؟ وينزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه وقال مالك يا عائش، تصغير لكلمه عائشه بدلاحه يعني، مالك يا عائش؟ قالت فلهزني لهزة أوجعتني في صدرها. قال حشي رابية، يعني أنت عندك رب في صدرك يا عائشة؟ قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، يا تقولي أنت كنت فين وماشي ورايا ليه؟ إما هيخبرني الله عز وجل. قال يا عائشة بل ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. أنت فكرة الليلة هتكون بتاعتك والنبي صلى الله عليه وسلم يروح لغيرها. شوف سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجات. صلوات الله وسلامه عليه. ما طيب احنا هنكمل كلامنا بس معانا استاذ احمد. السلام عليكم. من فين حضرتك؟ من السويس يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ احمد. اهلا وسهلا حضرتك. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا مستشار؟ اهلا بيك. انا في سؤال بس حضرتك، يعني موقف ما حصل معايا، فكنت عايز اعرف بس يعني الحكم حضرتك في الموضوع ده. اتفضل يا استاذ. زوجتي بتكلم شخص يعني تليفون، وحصل ما بينهم مكالمات وكده، وحصل بعد بينها مشاكل. فطبعا انا واجهتها بالموضوع فكذبت قدر حضرتك، فالموضوع يعني وصل لإسام وكده. ف يعني انا وقفت في الموضوع، بقيت محتار يعني هل اطلق؟ انا متزوج وعندي منها اولاد قدر حضرتك. تثبت يا استاذ. نعم تثبت. تثبت؟ اي يعني اثبت عليها شيء، يعني اثبت عليها شيء حضرتك. ربنا قال فتبينوا اي فتثبتوا. ايوه مع حضرتك. انا في دليل يعني مع حضرتك يا استاذ. ايوه كان في يقول لك في محادثات على الواتساب ومكالمه يعني على تواصل الاجتماعي. ايوه
وبعد كده اعترفت وان كانت وبعد كده اعتذرت ان هي كانت غلطه واخد بال حضرتك. بس انا طبعا في طيب الوقت وانت ده حركت دعوه جنائيه ضدها؟ عملت دعوه زنا؟ رفعت يعني انا رحت القسم كنت عامل محضر وجبت الشخص ده وقالوا كانت غلطه وطبعا في القسم رئيس المباحث طبعا هو انت من حقك قانونيا انت الوحيد اللي تحرك الدعوه وانت الوحيد اللي تتنازل عنها في اي مرحله من مراحل الدعوه حتى بعد الحكم النهائي الزوج له حق التنازل عن دعوة الزنا. يعني حضرتك هل المحادثة دي هل بتتاخد بشكل قانوني ولا بتتاخد بيها لو على التواصل الاجتماعي وفي اعتراف منها طبعا ان في علاقة بوكيم معاه علاقة تستقيم الواقع؟ لا يعني ما كانوش في علاقة كاملة بس كان الكلام يعني كلام على النت وكده يعني. يا استاذي حتى الشيخ قال لك انت تبينت وفي دليل ضدها ولا مفيش دليل؟ احسنت يا صامر احسنت. في دليل أحسنت. يبقى تستقيم الدعوة. احسنت. وتستقيم دعوة زنا. انا بس طبقا لنص المادة 276 من قانون العقوبات. وانت يعني الوحيد اللي حرك الدعوة بشخصك وانت الوحيد الذي يتنازل عنها في اي مرحلة من مراحل الدعوة حتى بعد الحكم النهائي. حضرتك يعني هي حكمها ايه بقى يعني؟ سنتين سجن. الزوجة تاخد سنتين سجن. من خلال الشات بس حضرتك ولا لازم يكون يعني ما علاقة في دليل؟ ما هو الشات في دليل ان هي في علاقة بينهم ولا ما فيش؟ كلام بس ما وصلش المرحلة يعني اللي لو في دليل حضرتك انت ما بتروحش الاسم لو عن التواصل الاجتماعي حضرتك بتروح مباحث الانترنت في العباسية تمام وبتحرر المحضر بالواقع تمام. بس انا كنت عايز اكلمك طب بس يعني. هو بيقول لك في اطفال بينهم يعني دي حاجه ترجع له انت عايز انت بتتكلم من الجهه القانونيه يعني بتكلم من الجهه القانونيه هو دي حاجه ترجع له يعني حضرتك انا يحق لي هم طيب. يحق لك بالنسبه تمام بالنسبه للشيخ يعني حضرتك اتفضل بص يا استاذ الفاضل يا استاذ الفاضل اياك ان تكون ظالما لها او متجني عليه او متجني عليها اسمعني يا استاذ الفاضل الله اكرمك الله اياك ان تكون ظالما لها أقول من هذا المكان المبارك إياك أن تكون ظالما لها أو متجني عليها أقول أكمل يا أستاذي بعد إذنك أكمل هلال بن أمية كان من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك اللي ربنا نزل فيهم القرآن فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا هلال بن أمية قال يا رسول الله لقد جئت من أرضي عشاء شغل فلاح ووجدت رجلا يفعل الفاحشة مع امرأتي فيش بعد كده خلاص صحابي كريم جليل نزل فيه قرآن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابي لا يكذب أبدا قال يا رسول الله لقد جئت من أرضي عشاء ووجدت رجلا يفعل الفاحشة مع امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غضب قال يا هلال البينة أو حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك إما أن تأتي بالشهود وإما أن تجلد حد في ظهرك أي تجلد يقام عليه الحد إن دقاز لزوجتك يا أستاذ الفاضل طيب قال يا هلال البينة أو حد في ظهرك قال يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني يعني حتى أستاذ سلمى أستاذ عمرو شاف بعينيه وسمع بودان وصحابي ما يكذبش أبدا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه فقال يا هلال البينة أو حد في ظهرك حتى نزل قال هلال والله دعوت الله أن ينزل في آية تبرئ حد ظهري من الحد رغم أنها امرأته إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أنت بس مع الزوج بس الكلام ده مع الزوج بس فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فإياك أن تكون متجنن عليه والأولى أن تصبر وأن تدعوها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك يا أستاذ عمرو ويا أستاذ سلمى في حديث الإفك قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لك في الأسوة القدوة الحسنة عشان ما ندخلش شيطان بيننا ونتكلم في خيانة الزوج أو خيانة الزوجة دائما وأبدا دائما لابد أن تحسن الظن فيها والأستاذ عمرو يعني كلمك في الناحية القانونية جزاه الله خيرا طيب معلش سؤال يا أستاذ أحمد سؤال بس معلش حضرتك كنت بتعاملها كويس ويعني كافي
احتياجاتها الزوجية وهي عملت كده، ولا في تأثير من ناحيتك فهي حبت تعرف هي أنثى ولا لا؟ ما في واحدة ممكن تكلم حد على التليفون تقول لك أنا عايزة أحس بأنوثتي، هو مش محسسني بده. لا بس ده مش محسس. فممكن أنا مش ببرر على فكرة، بس أنا بقول ممكن يعني التفكير يوصل إن هي ممكن تكلم حد عايزة تحس غلطات عايزة أحس إن أنا سبت ولا خلاص أنا ضع يعني. لا يا فندم مش مبرر، لا يا فندم أنا كنت بعملها أحسن معاملة، معاملة الإسلام، وما كانش في أي حاجة خالص. وجئت بالموضوع دوت واكتشفت ان هي على علاقه مع واحد بالتليفون. كلمتها يا استاذ؟ كلمتها وانكرت، وبعد الضغط الكثير اعترفت بالموضوع وانها كانت غلطه. فانا دلوقتي كنت انا في حيره حضرتك، يعني لك انا دلوقتي اكمل؟ طيب اعترفت بغلطه، لك ان تعفو يا اخي، لك الله 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 تبارك وتعالى يقبل التوبه ممن تاب يا اخي، فليس بينه وبين العبد حائل. ما انا عايز اسال حضرتك، هل اللي انا عملته ده صح ولا انا كده راجل دايوس؟ بص لا لا ربنا يحفظك، حافظك الله يا حبيبي. لا 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 طبعا اكرمك الله، لكن انا اتكلم في كمان عن العفو. يعني في اولاد برضو لو هو عمل لها زي ما حضرتك قلت قضيه زنا او كده، لما الولاد يكبروا هيسالوا حضرتك يا بابا انت عملت لماما كده، يعني ماما كانت ست مش كويسه، اما يروح المدرسه برضو فكر في المستقبل ولا ايه يا استاذ؟ يعني كده ما خالفتش الشرع في حاجه يا 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 استاذ الفاضل، يا استاذ بس ادام اعترفت بغلطها. انا يا استاذ الفاضل يعني خلاص أباح الإسلام الطلاق، أباح الإسلام الطلاق، لأن الإسلام دين يبني الإنسان، يبني الإيه؟ الإنسان، حتى لا يكون هناك انتحارا. كم من امرأة انتحرت بسبب هذا الكلام، وكم من رجل انتحر، لكن الإسلام جعل فرصة للفراق عند عدم الوفاق. طب يعني الشك، ما الشك بيصورني برضك أنا لحد الآن، يعني الشك بيصورني أنا. إياك والشك، الشك سيخرب بيتك، إياك والشك، لكن كن قدوة لها. مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بمشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ الطاووس بيقول لعياله كده انتوا بتختالوا ليه؟ ماشيين بتتمختروا تكبروا ليه؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان الأب الحاني تقيا فأولى الناس بالتقوى بنوه. فكون يعني خدوة لا، النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الفاضل ربى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالقدوة، هناك التربية بالقدوة، ربيها بالقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله لقد أتى مال البحرين، شمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعديه وأخذ يقسم هذا لفلان الفقير، وهذا لفلان المسكين، وهذا للسبيل، وهذا للغارم، وهذا في سبيل الله. فقال الخادم يا رسول الله لقد نفد المال، هل ادخرت لنا شيئا ناكل به؟ يقول يا رسول الله كنت ستين حاجه نصرف منها ناكل ونشرب منها. قال لو ذكرتوني لفعلت. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات، السيده عائشه قالت الجاريه يا رسول الله، يا عائشه لقد اتى مال البحرين، شمرت عن ساعديها كما فعل زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم، شمرت عن ساعديها وأخذت تقول هذا لفلان الفقير، وهذا الغارم، وهذا لابن السبيل، وهذا، أخذت تقسم. فقالت الجارية يا عائشة لقد نفد المال، وما ادخرت لنا شيئا نأكل به. قالت لو ذكرتوني لفعلت كما فعل زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم. التربية بالقدوة يا أستاذ. شكرا. انا بس بتكلم في نقطه ان برضو نفكر في موضوع الاطفال، ممكن الانفصال صح يا استاذ عمرو، الانفصال بالهدوء او بالقانون بالمعروف. احنا بنخلي المحكمه على فكره اخر حاجه نقدر نوصل لها، طالما في اتفاق بينا، لان طالما في اولاد يبقى الاولاد دي محتاجه للاب ومحتاجه للام، المحاكم بتقفل الباب ده. تمام. فأنا يعني أنصح أي اتنين مش موفقين في حياتهم واخدين قرار الانفصال، يعني مع إني محامي اهوت، لكن بقول لا نحاول على قد ما نقدر، ولما استحالت العشرة خالص 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 تمام، يبقى نخلي الباب موارب ونحاول إن احنا نوصل لحل يرضي الطرفين حفاظا على الأولاد. حفاظا على الأولاد طالما في أولاد. ما هو الواحد بيقول أدام في أولاد، يعني الواحد ما ياخدش خطوة إلا لما يفكر مليون مرة، أنا هل الخطوة دي هتبقى مستقبليا في
في أصل المحاكم تاريخي. بصراحة يعني بتعمل عند بين الزوج والزوجة وبتخلي المشكلة بدل ما يقد كده كان زمان على أيام الرسول ما كانش فيه محاكم صلى الله عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه كده كان لما بيحصل حاجة الواحد يروح على النبي صلى الله عليه وسلم على طول عليه الصلاة والسلام بس كان برضو الناس كانت عادلة ما كانش زي النهاردة الإنترنت والواتساب النبي كان عادلا بين أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن عزك الله أكرمك الله وبارك فيك كان النبي اشتهى حلوى فكانت السيدة عائشة عملت صينية حلوى وسيدة صفية عملت واحد فالسيدة عائشة أمرت الجارية إنها تكب الصينية بتاعت إيه سيدة صفية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كلهم إن هم إيه ياكلوا من إيه من اللي هي كانت على الأرض دي فالسيدة عائشة مرة بتقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم دار على طيب معلش ممكن أقطع بس حضرتك في معانا اتصال السلام عليكم الشيخ أحمد اتفضل يا شيخ أحمد اتفضل حضرتك والله انا الموضوع شيق والحلقه شيقه جدا والله ينور عليكم والله انا من كتر حضرتك المشاكل اللي اتبعتت لي على الفيسبوك التواصل الاجتماعي عايزه اقول لك ستات كتير بتشتكي ان هي مش واخده حقها والراجل دايما بيرجع من الشغل وهي تستحمله وبرضو المواضيع بتوصل للطلاق فاحنا ازاي بقى نخفف نسبه الطلاق دي احنا وصلنا لمرحله ان الطلاق بقى كتير قوي وخاصه بال جائحة كورونا بعد كورونا طبعا الرجالة قعدت في البيوت بقت المشاكل قد كده كلها احنا عايزين والله نعالج الموضوع ده لان في واحد ممكن يطلق واحدة وبعد ما يطلقها يندم بيندم فيا جماعة راجعوا نفسكم قبل ما تعملوا مشاكل لبعض لان ممكن يبقى فيه رجوع سمحت بس اتكلم سوى ممكن اتفضل انا دلوقتي في بقول للشيخ في حاجة اسمها دقة بدقة ولو زاد ولو زدنا لزاد الثقة احسنت ازاي بقى؟ اقول لحضرتك احنا دلوقتي سمعني يا عم الشيخ بالكلام اللي انا بقوله لك ده مش مثل هذا حديث هذا حديث يا استاذنا حديث يا استاذنا ممكن اتكلم؟ اتفضل ما اقول لك ده حديث احنا بنتكلم دقة بدقة ولو زادنا لزاد الثقة ايوه بقول لحضرتك ده حديث حديث تمام احنا بنتكلم في ايه في الموضوع اساسا في البداية خالص الراجل يدور الاول ان هو يلم نفسه الاول تمام البدايه لمه الراجل ان هو ما يبصش بره وكده وحاجات من ديت ديت بتخليك ان انت المدام بتاعتك 10 على 10 وتلتزم ببيتك وتلتزم بعيالك وتلتزم بحياتك الزوجيه عمرها ما تحصل المشاكل اللي هو بيقول عليها دي نهائيا لا والله بتحصل يا استاذ والله ساعات بتبقى الست عامله صوابعها ال 10 شم وهو برضه بيبص بره وهو برضه بيقارن مثلا بست متمكجه بست شايفه نفسها وهي بقى اهملت عشان خاطر بتربي اولاده وحاجات كده فبيرجع يبقى بيثور عليها تمام عشان مش كل حاجه نقول لك اصل هو لو الراجل شايف في البيت مش هيخون لا بيعملوا كده والست بتيجي فتره مثلا الحمل والولاده والرضاعه والحاجات دي فطبعا التغيرات اللي بتحصل في جسمها والحاجات دي هو بقى بيقول لك لا انا اشوف واحده رفيعه لا انا اشوف واحده حاطه ميك اب مهتميه بنفسها حضرتك انت دلوقتي انت مع المراه انت دلوقتي مع المراه انت من اول الحلقه وانت ايه دش على المراه بالصلاه على النبي 100 طب ده هو لا طبعا لا طبعا انا بس اقعد حضرتك بيقول ايه انت من اول حلقه وانا سامعك وسامع ان انت مع المراه بصي غالبا يعني المراه هي عند كل حاجه معلش برضه المراه لها دور والراجل ليه دور ثاني اول الحلقه في بدايه الحلقه كان في واحد دخل في مداخله وقال لكم ان في امي انا طلقت مراتي وكنت عامل وصيه لامي واديتها فلوس وسحبت امي من ورايا 50,000 جنيه وانا هعمل ايه دلوقتي امي خدت مني الفلوس وانا مش عارف اتصرف ازاي واربي نفسي ازاي واعيش ازاي انت ما فهمتوش السؤال ان الراجل خد الفلوس مراته امه خدت مني الفلوس من وراه 50,000 جنيه وبقول لك انا اعمل ايه دلوقتي امي خدت الفلوس اعمل ايه دلوقتي هل حرام ان انا اطالبها بالفلوس ولا امسك فيها ولا اعمل معاها مشكله دي بدايه الحلقه انت ما فهمتوش سؤال الراجل اللي هو السؤال اللي احنا ما فهمناهوش منه تمام بس هو كان كلامه مش واضح ده امي يا استاذ الراجل ده طلق مراته انا حاضر الحلقه معاكم من الاول صح تمام الحلقه ان هو ان الراجل ده طلق مراته انا ما اعرفوش بس انا سمعت منه من الحلقه كلام سياده المستشار وسياده المستشار ما فهمش ليه انا ما فهمتش سؤال قانوني او الناحيه القانونيه اللي هو كان عاوزها ما فهمتهاش بصراحه لا لم يوجه الاستاذ عمرو سؤال يا استاذنا ايوه هو حكى حكايه و...
وبعد كده سابنا فما عرفناش بصراحه هو عاوز انا بس عايز عايز استاذن حضرتك 50000 جنيه خلت تطلع مراته وجاب فتح دفتر توفير لامه وخد امه من وراها سحبت 50000 جنيه عشان ايه؟ عشان وخلت اختها خلت بنتها ومشيت وسابت الراجل الغلبان ده ال 50000 جنيه دول وهو مش عارف بقى يعيش ازاي ولا ياكل ازاي ولا يشرب ازاي. هل يقوم الحد على امه ويمسك في امه ولا يعمل مشكله مع امه اطلاقا ولا ايه؟ اطلاقا ايه الحل؟ اطلاقا اطلاقا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن قدميها فسمى الجنه. عايز اوضح بس حضرتك يا استاذنا الفاضل عن موضوع. شكرا يا استاذ احمد ولا مين؟ احمد. شكرا يا استاذ احمد على اتصالك وتابع هيجاوبوا عليك دلوقتي. حضرتك في حديث دقة بدقة هي مش ناقة كما حضرتك قلت لكن هي دقة بدقة ولو زدت لزاد السق. هذا له هذا المثل شعبي بين المصريين يقولونه دقة بدقة ولو زدت لزاد السق. هذا المثل له حديث يا أستاذ الفاضل. الحديث يقول كان في من كان قبلكم رجل يعمل بالسقاية. رجل يعمل بالإيه؟ بالسقاية. كان بيسقي الناس بالأجر تمام؟ فالراجل ده كان متعود يا استاذ عمرو يروح على بيت بيتردد على بيت زوج وزوجته تمام؟ فكان بيسقيهم بالاجر في معنى الحديث يعني. فكان كان الراجل خرج في تجاره الى الشام تقريبا وهو كان يضع الدلو ثم يستدير يعطيها ظهر يعني ثم تضع له المال تحت الدلو تمام. فظل على ذلك أكثر من 3 أشهر وفي يوم من الأيام ترصد لها على الدلو خرجت علشان إيه تاخد الإيه تضع النقود المال تحت الدلو وإذ بها تجد الرجل مترصدا لها فانقض عليها فقبلها قبلة واحدة فقالت يا سبحان الله يعني 3 أشهر. طيب فضيلة الشيخ معلش عشان وقت الحلقة بس احنا قربنا نخلص. انا كنت عايزة اتكلم بس لنرجع تاني للسؤال اللي كل ست بتسأله وكل راجل يعني ايه ما ملكت ايمانكم؟ يعني ايه اروح ارافق واروح اعرف اصاحب بنات وعلى مراتي ولا اروح اتجوز عليها واقول اصل ما ملكت ايمانتي؟ اصل الدين بيقول كده. في ناس فاهمة كده. يا سيدتي الفاضلة الاستاذ عمرو بيقول لحضرتك ده حاجة ودي حاجة. يا استاذة الفاضلة الإسلام أزاح ذلك. أزاحه وأزاله بمعنى أنا قلت لحضرتك له توصيف في الفقه له توصيف في الإيه في الفقه إنها تكون عبدة تكون أمة يعني عبدة تكون من الرقيق شريف. أن يشتريها من سيد أن يشتريها من ماله ما فيش كلام ده يا أستاذة هذا زنا صريح هذا زنا صريح زنا صريح. قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يسمون المحرم بغير اسمه بغير اسمه هذا زنا صريح وعلاقة ليس لها أصل لا في قرآن ولا في سنة ولا يرضاه ربنا تبارك وتعالى وهذه خيانة زوجية خيانة زوجية سيحاسب الله تبارك وتعالى. بتتسمى يعني الواحد لو خان زوجته بتبقى خيانة ولا هي زنا؟ بتبقى زنا طبعا. طيب ما اسمهاش حس خيانة انا ما بعترفش ان الراجل لو راح دي مش خيانة هو لو كان هو ربنا يحاسب. الزنا لازم تبقى الواقعة ثابتة في فراش الزوجية وفي منزل الزوجية ده بالنسبة للزوج. لسه شوية قصة هلال بن أمية اللي كان من 3 يعني اللي خلفوا يعني ده بالنسبة للزوج لازم عشان تستقيم واقعة وكبير الزنا لازم يبقى في مسكن الزوجية وعلى فراش الزوجية. أحسنت. طيب استاذ علاء قصدي شيخنا الجليل احنا عايزين نسمع ايه جميله كده قبل ما نختم عشان خلاص وقت حلقتنا و فاضل قد ايه في الحلقه؟ ما خلاص انتهت هي يعتبر انتهت فاحنا طيب عايزين بس طيب. نختم حاجه بدعاء او نصيحه اخيره يعني. طب اقرا ايتين نختم بخير كلام طبعا. القران الكريم المعامله بالمعروف ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. صدق الله العظيم. والله الوقت ممتع معاكم، والمشاكل الأسرية دي مش هنبطل كلام فيها، ونعمل حلقة تانية إن شاء الله، وأشوفكم حلقة جديدة في صالون سلمى. وأنا سعيدة قوي باتصالاتكم واهتمامكم للبرنامج، وتصبحوا على خير، وباي باي.